شرفية كبير جميع وعلاش هادشي واقع كاع وما نجرب 20 تبارك الله كنشكرها بزاف ديالنا دائما كنحماق عليكم اللي كنقول مرة أخرى هذا شرف لي في أنني نكون مع خويا وصديقي والإنسان قبل من الفنان لأن لقيت فيه واحد الروح الجميلة يعني كنتعامل معاه كخويا كصديقي كحبيبي والله العظيم إلى الجو عائلي شوفي غير تلفي أنا نتزوج بك شوفوا واقيلا 2022 غنكحلها قال لك كرهت الليل ولكن ما كرهش كريم وصال هو قال لك مشى وخلاني انا درت معاه شوف كان هو الشريف اللي كان شرف ليا كيف انني نكون معاه ولكن ما مشاش خلاني مشى كره الليل عند كريم وصال وان شاء الله كنتمنى انني نكون يعني حسن الظن ديال الجميع وانا جيت من تركيا ندير واحد المباراه اللي كانت يعني الحمد لله دازت بنجاح ودوزت حجر صحي ودازت كل شيء توا بنجاح وشكرا للاخت غنقولها بهذا المنبر صوفيا طالوني بالمجهودات ديالها شكرا كاع لجميع الناس اللي كتساند كريمه وسط والاخ عبدو والفنان ديالنا الجميل كنشكرو بزاف كريم كنشكرو بزاف فنان وغزال عرفتي زعما تبارك الله عليه والصوت رائع معلوم شرف المغاربه وهاد الفنانه هما اللي خاصنا ندعموه برافو برافو وانا دائما مع الشباب ودعم الشباب ولو ان كريم وسط عندي جامعة الشعبيه ديالي وكنتمنى انكم تساندوني وحنا غاديين في الطريق وكنبغي نعطي الفرصه لخوتي وحبابي و ما تزابيوش معكم عبدو السلاوي في كرهت الليل وتنتمنى لي ان شاء الله النجاح والتوفيق وتحيه لجميع الطاقم كله الاصدقاء ديالو وما نساوش كفي فيدا اللي كنبغي نحيي سيد معلوم فلكي كضرب فلكي فلكي تحيه للسيد فلكي شكرا لكم شكرا لجميع المواقع شكرا الصحافه شكرا السنه سعيده وكل عام ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي